بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا التمرين الذي يتحدث عن نهاية الدوال أو الدالة المركبة. قال: أحسب النهايات التالية. عندنا هنا أربع حالات. أولا علينا بقراءة هذه المبرهنة. قال A و B و C تمثل أعداد حقيقية أو ماذا؟ أو الزائد ما لا نهاية أو النقص ما لأن ليست أعداد حقيقية لأن المجال عندها مفتوح. U و V و F دوال، حيث لاحظوا F تساوي V تركيب E. لاحظوا إذا كانت ليميت الإي لي إكس عند الإكس يؤول إلى الأ فإنها تساوي البي. وماذا؟ وليميت V لي إكس لما الإكس يؤول، لاحظوا، إلى البي، البي الذي كان وجدناه عند الإي يصبح هو الذي تؤول إليه، الفي يساوي السي، فإن نهاية الدالة F اللي هو التركيب تساوي سي. هذا بالدرجة الأولى كتعريف أو مبرهنة. ننطلق في المثال الأول. لاحظوا هنا أبنائي، هنا لو نلاحظ جيدا يوجد لنا دالتين. ما هي الدالة الأولى؟ ركزوا أرجوكم. الدالة الأولى هي هذه التي هنا بداخل القوس. كيف نسميها؟ نسميها إلي إكس تساوي ماذا أبنائي؟ تساوي لنا إكس زائد 4 على إكس مربع ناقص 3، هذه الإي. أما الدالة في عبارتها ما هي؟ هي هذه أبنائي، لاحظوا، هي كوس ماذا؟ كوس إكس. يعني يوجد هنا دالتين، دالة تركيب دالة. ماذا تقول القاعدة؟ سوف نطبق هذا البرهان أو مبرهنة حرفيا. ماذا نجد؟ لاحظوا أرجوكم حتى تتعلموا أبنائي إلى هذا النهاية من هذا النوع، لأنها فيها نوع من الصعوبة. نقول ليميت، هكذا ليميت إلي إكس ما هي؟ هي إكس زائد 4 على إكس مربع ناقص 3 لما الإكس يؤول إلى ماذا؟ إلى الزائد ما لا نهاية. تصبح ماذا تساوي أبنائي؟ لاحظوا نطبق. إذا نحن في هذا هنا في هذه القاعدة تساوي لنا الدالة التناظرية أو الدالة الكسرية، تقول أكبر حد على أكبر حد اللي هي ليميت ماذا أبنائي؟ ليميت إكس على إكس مربع. لاحظوا لما الإكس يؤول قلنا إلى زائد ما لا نهاية. تصبح ماذا تساوي أبنائي؟ تصبح تساوي لنا ليميت أكبر حد على أكبر حد، نختزل هذا مع هذا، تبقى لنا واحد على إكس لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. كم تساوي أبنائي؟ عندنا واحد على ما لا نهاية، أكيد كلكم تقولون أن واحد على ما لا نهاية من نهاية الشارع اللي هي صفر. الآن لاحظوا جيدا، هذا هو البي الذي وجدناه. هذا البي هو الذي تصبح تؤول إليه الدالة في. ما معنى ما تصبح هكذا؟ ركزوا، تصبح في ليميت، هكذا ليميت في لي إكس لما الإكس أبنائي يؤول إلى ماذا؟ ركزوا، ما هو البي؟ ها هو البي، وجدناه كم؟ يؤول إلى الصفر. يعني ماذا تصبح؟ تصبح تساوي ليميت، لاحظوا أبنائي، كوس إكس لما الإكس يؤول إلى الصفر. لاحظتم جيدا؟ يعني الذي نجده نهاية الإي هو الذي يصبح يؤول إليه الفي، وهذه نهاية شهيرة اللي هي تصبح كوس ماذا أبنائي؟ كوس الصفر. وكوس الصفر في الدائرة المثلثية كم يعطيكم؟ يعطي لكم، ولو تجعل حتى بالآلة الحاسبة تجعل كوس صفر سوف تعطيك النتيجة واحد. هذا الواحد أبنائي هو الذي يؤول إليه، يصبح هو نفسه السي هنا أو هنا. معناه تصبح نهاية الاف لي اكس اللي هي الكبيرة جدا تصبح كما تلاحظون تصبح تساوي ماذا؟ تساوي واحد، بهذه البساطة فقط أبنائي. لاحظتم هنا كلمة التركيب ما معناه؟ هذا بالنسبة إلى المثال الأول. وهنا يوجد تفسير هندسي اللي هو إيكغيك يساوي واحد مستقيم مقارب، كيف هو؟ أفقي، اللي هو موازي المحور الفواصل. نتطرق الآن إلى المثال الثاني، كذلك نفس الشيء لو تلاحظون، يعني ركزوا، لكن دائما أنصحكم بالكتابة لأن العلم صيد والكتابة قيد، يعني اكتبوا الأشياء حتى تفهمون. والشيء إن لم تفهموه في خلال الفيديو أرجعوا الفيديو في تلك النقطة، عليك أن تفهمها، إن لم تفهمها احفظ الفكرة، المهم خير لك من أن تذهب فارغ الذهن. تصبح لاحظوا تصبح في الإيلي إكس، ما هي الإيلي إكس أبنائي؟ تصبح الإيلي إكس هي بي
إكس ناقص واحد على اثنان إكس. ركزوا أرجوكم، هنا ماذا تعطينا؟ والفولي إكس تصبح تساوي كوس ماذا؟ كوس إكس، يعني دالة في بطن دالة. قلت دالة في بطن دالة، ما معناها؟ معناها هذه الدالة، هذا ما معنى التركيب، هذه الدالة هي التي هنا في بطن الكوس. نطبق نفس القاعدة كما كنت أتحدث هنا هكذا، ونقول ماذا؟ نقول ليميت هكذا، ليميت ماذا؟ ليميت الأولو إكس اللي هي لاحظوا بي إكس ناقص واحد على اثنان إكس، لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، تصبح تساوي لنا ليميت أكبر حد على أكبر حد اللي هي ليميت ماذا؟ ليميت بي إكس على اثنان إكس، لما الإكس يؤول قلنا دائما إلى الزائد ما لا نهاية، يختزل هذا مع هذا تصبح أبنائي ماذا تساوي لنا؟ تساوي لنا ليميت نعم تصبح تساوي لنا قلنا تصبح تساوي لنا ليميت بي على اثنان لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، وهذه بطبعها مباشرة كم تعطي لكم؟ تعطي لكم بي على اثنان، يعني أصلا لا يوجد الإكس حتى نعوض. إذا وجدنا أن تصبح ماذا أبنائي؟ تصبح هذا الذي وجدناه هو البي، يصبح هو الذي تؤول إليه الدالة في لكي نجد النهاية السي التي تؤول إليها الدالة هذه الكبيرة التي تلاحظونها هنا. معناه نقول هكذا ليميت في لي إكس لما إكس يؤول إلى ماذا؟ إلى بي على اثنان، يعني الذي وجدناه للدالة البنت يصبح هو الذي تؤول إليه الدالة الأم، الأم هي الفي، لأن هكذا في تركيب إي معنى هذه في بطن هذه في بطن الفي، يعني في كل مكان من الإكس تعوض الدالة إي لي إكس بكل شيء. تصبح تساوي لنا ماذا أبنائي؟ تصبح تساوي لنا ليميت كوس ماذا؟ كوس إكس لما الإكس يؤول إلى البي على اثنان، تصبح تساوي لنا ماذا؟ تصبح تساوي لنا كوس عفوا كوس بي على اثنان، والكوس بي على اثنان مشهور، لو تأتي بالآلة الحاسبة وتجعل كوس 90 درجة سوف تعطي لكم أكيد كلكم هذه النتيجة تعرفونها اللي هي الصفر. إذا هذا هو الذي أصبحت تؤول إليه الدالة الأم الكلية، الكلية ليس الأم، الكلية الكلية لو نسميها جدة مثلا، تصبح تساوي لنا صفر. إذا هذه هي كليا هذا المثال الثاني تساوي صفر معناه، وهنا يوجد لنا التفسير بياني كذلك لهذه النهاية، لأن انطلقنا من المال نهاية ووجدنا عدد لم نجد المال نهاية، نقول Y يساوي صفر مستقيم مقارب كيف هو أفقي، وهذه حالة استثنائية اللي هو محور الفواصل X X فتحة فقط، هو محور فواصل. الآن بعد ما أكملنا مع هذا المثال نتطرق الآن إلى المثال الثالث. لاحظوا إلى المثال الثالث هنا أبنائي، هل يوجد لنا يعني تركيب؟ نعم يمكن أن نعوض مباشرة بالتركيب أو نعوض مباشرة هنا. هنا عندنا مجموع دالتين، مجموع دالتين يساوي مجموع نهايتين، معناها نقوم بحساب النهاية الأولى اللي هي هذه. لاحظوا هكذا أبنائي، لو نأتي الآن إلى هذا المثال الأول هذه النهاية الدالة، ونلاحظ هل يحدث عليها تمتعين أم تظهر مباشرة، تصبح تساوي ماذا؟ عوضوا الآن بالناقص واحد، عوضوا تصبح سينوس ماذا؟ هنا نعوض بالناقص واحد، يعني تصبح هكذا ناقص بي على اثنان في ناقص واحد، تصبح كم تساوي أبنائي؟ تصبح تساوي الناس سينوس ماذا؟ بي على اثنان. والسينوس بي على اثنان كم؟ اذهبوا الى الحاسب ان لم كنتم تحفظوا هذه القواعد، اجعل سينوس 90 درجه سوف تعطي لكم واحد. اذا هذه الداله الاولى اللي هنا مجموع دوال، اذا هذه مثلا نسميها داله اي وهذه نسميها داله في، هذا ليس تركيب انما هو مجموع دوال. اذا النهايه الاولى وجدناها كم؟ واحد. ناتي الان الى الثانيه، نأتي الآن إلى الجزء الثاني من النهاية من العبارة. لاحظوا إذا قلنا ها هي العبارة، ها هي العبارة
أبنائي هكذا، نكتب ليميت الإكس يؤول قلنا إلى الناقص واحد. هذه نهاية شهيرة، النهاية الشهيرة التي درستموها في السنة الثانية تقول قاعدتها ماذا؟ تقول ليميت واحد على إكس ناقص أ الكل مربع لما إكس يؤول إلى الأ، لا يهم قيم أكبر أو أصغر مباشرة يعني، هذه درستموها أنها تساوي زائد ما لا نهاية، مهما كان درستموها تساوي زائد ما. يعني هذا المثال مباشرة يعطي لنا ماذا؟ زائد ما لا نهاية، إلا إذا سبق هنا بالناقص، احذروا تصبح ناقص ما لا نهاية. ما معناه؟ معناه النهاية الأولى هذه ظهرت أنها واحد، وهذه ظهرت كم؟ الزائد ما لا نهاية، معناها تصبح لنا واحد زائد ما لا نهاية، وهذه ليس حدا تعين واحد، عندنا بحر ونضيف له قطرة، يعني ما لا نهاية زائد قطرة، كم تصبح؟ تصبح زائد ما لا نهاية. هل يوجد تفسير بياني لهذه النهاية؟ نعم يوجد تفسير بياني، لأن انطلقنا من عدد ووجدنا ما لا نهاية. التفسير البياني لهذه النهاية هو إكس يساوي ناقص واحد مستقيم مقارب عمودي أو شاقولي أو موازي لمحور التراتيب، هكذا أبنائي. نتطرق الآن إلى المثال الأخير. قال لاحظوا سينيس كوس بي، سينيس كوس بي في سينيس كوس، قلت كوس بي في سينيس إكس على إكس لما إكس يؤول إلى الصفر. هل يوجد هنا كذلك دالة مركبة؟ نعم يوجد دالتين مركبة، دالة هنا ها هي البنت اللي هي نسميها اولي اكس يساوي بي في سينيس اكس هكذا على اكس، والدالة في اولي اكس هي كوس ماذا؟ كوس الاكس. يعني الدالة هذه الدالة في بطن هذه، يعني تقرأ هكذا في تركيب او، في تركيب اي، يعني هذه في بطن هذه. لو عكسنا يعني قلنا او تركيب في، هذه تصبح في بطن هذه هكذا، يعني في بطنها معنى في كل مكان من الاكس تساوي تلك العبارة. الان ناتي الى حساب البنت اللي هو نهاية البنت اللي هي الاو، شرحها بهذه اللغة حتى تفهمون ابنائي. هنا نقول ليميت، لاحظوا ليميت بي في سينوس إكس على ماذا؟ على إكس هكذا لما الإكس يؤول إلى الصفر، لا يهم قيم أكبر أو أصغر. هنا أبنائي لو نعوض مباشرة، أولا علينا يمكن أن نستخرج هذا البي هنا لأنه عدد، تصبح تساوي لنا ماذا؟ بي، ركزوا، في ليميت سينيس إكس على إكس هكذا لما الإكس يؤول إلى الصفر. هذا البي يعني يمكن له لأنه عدد، عدد لأنه عدد يخرج من النهاية لأنه 3.14. الآن لو نعوض هنا في هذه، لو نأتي الآن ونعوض في ليميت، اتركوا البي سوف نتذكره بعد حين، تصبح سينوس إكس على إكس لما الإكس يؤول إلى الصفر. لو نعوض مباشرة كم نجد؟ سينوس الصفر كم؟ هو الصفر، والإكس أين يؤول؟ إلى الصفر، صفر على صفر، حالة عدم التعيين، حالة عدم التعيين. كيف نزيل حالة عدم التعيين لما نجد صفر على صفر؟ هنا يوجد إما طريقتان، إما طريقة التحليل، طريقة الاختزال، ولكن طريقة الاختزال تكون كثير حدود على كثير حدود، يعني لا يوجد الكوس ولا يوجد السينيس ولا يوجد الجذر ولا يوجد طنجونت ولا، هذه تستعمل فيها طريقة التحليل. أما لما نجد هذه الأمثلة اللي هي السينيس الكوسينيس الطنجونت الجذر اللوغاريتم الأسية، يعني من في الأمام في الدروس القادمة سوف تدرسونهم، هنا علينا أن نستعمل شيء آخر اللي هو العدد، نسميه العدد المشتق. هذه هي الطريقة التي تخرجنا من هذا المأزق. ماذا تقول قاعدة العدد المشتق أبنائي؟ ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا. تقول ليميت هكذا، تقول ليميت اش لإكس ناقص اش لإكس صفر على إكس ناقص الإكس صفر لما الإكس يؤول إلى الإكس صفر.
تساوي اش فتحة لإكس صفر، يعني مشتق تلك الدالة. هنا لو نطبق جيدا، ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا لأنها مثال يحتاج إلى نوع من التركيز. هنا لو نركز جيدا ونكتب الدالة التي عندنا اللي هي الليميت، لاحظوا سينيس ماذا إكس على إكس لما الإكس يؤول إلى الصفر. لو نطابق الإكس صفر يصبح هو نفسه الإكس هو الصفر. لكن لاحظوا هنا، ألا يمكن أن نجد أن هذه يمكن كتابتها هكذا ناقص صفر وهنا سينيس صفر؟ لماذا؟ لأن السينيس صفر كم؟ هو الصفر، وهنا في المقام صفر، تشبهها مباشرة. لاحظوا الاش لاس الاش لاكس صفر هي السينيس اكس. اذا ماذا تصبح الاش بالمطابقه؟ الاش ابنائي تصبح هي نفسها السينيس اكس، يعني اش لاكس هي نفسها سينيس اكس بالمطابقه فقط طبقا لقانون العدد المشتق. ماذا تساوي ابنائي؟ اذا تعالوا نقول تساوي، لاحظوا يعني تصبح تساوي لنا، سنقوم بعملية ماذا؟ عملية اشتقاق هذه العبارة، سوف نقوم باشتقاقها. اش فتحة لإكس تساوي ماذا أبنائي؟ مشتق السينيس، في القاعدة معروف أنه هو الكوسينيس، مشتق السينيس في الدائرة المثلثية هكذا هكذا، عندنا السينيس والكوسينيس والناقص سينيس والناقص كوسينيس. لما ننتقل هكذا المشتقة ولما ننتقل بهذه الجهة التكامل أو الدوال الأصلية، نحن نتابع ماذا؟ نتابع عقارب الساعة. عقارب الساعة معناه المشتقة في الدائرة المثلثية. إذا ما علينا الآن أبنائي إلا أن نأتي إلى هذه ونعوض بصفر، معناه تصبح سين عفوا كوس، تصبح كوس صفر. والكوس الصفر قلنا أنه كم يساوي أبنائي؟ يساوي واحد. ركزوا، يساوي كم؟ واحد. الآن إذا هذه الدالة كليا نهايتها أعطت لنا واحد، البنت أعطيت لنا واحد. لكن لا تنسوا شيئا آخر أبنائي، أن قلنا أنها مضروبة في بي. ها هو البي. إذا ما معنى؟ معناه سوف نكتب هكذا، ركزوا. إذا رأيتم أن السبورة قد مسحت أوقفوا الفيديو وأنقلوا الحل ثم أكملوا الفيديو هكذا. لاحظوا جيدا، قلنا أنه ماذا وجدنا؟ هذه كم تصبح تساوي بي في نهاية هذه العبارة اللي هي كم؟ وجدناها واحد. إذا تصبح كم؟ بي. إذا نهاية هذه العبارة البنت، يعني نتحدث عن البنت اللي هي بي. الآن ماذا تصبح تؤول هذه؟ تصبح تؤول نقول ليميت الأم الآن فيولي إكس، الإكس يصبح يؤول إلى حسب التعريف، لاحظوا أبنائي يصبح يؤول إلى البي. ها هو البي. إذا يصبح هنا يؤول إلى بي. تصبح كم تساوي أبنائي؟ تصبح تساوي لنا ليميت ماذا؟ كوس، لاحظوا جيدا ليميت كوس بي لما الإكس يؤول إلى البي، أن هذا هو الشيء. لاحظوا هنا طبقا لهذا القاعدة كوس البي كم هو؟ تصبح كوس عفوا نكتب هنا الإكس، اعذروني هنا نكتب الإكس ثم نعوض. الكوس البي مشهور تصبح كوس بي. والكوس البي لو تأت إلى الآلة الحاسبة وتجعل كوس 180 سوف لا تخيبك بل تعطيك النتيجة وهي مسرورة، على كل حال تعطيك ناقص واحد. إذا ها هي النهاية طبقا للقانون. إذا تصبح النهاية الكلية لهذه الدالة المركبة أبنائي بهذه البساطة، لاحظوا هكذا. إذا تصبح النهاية الكلية لهذا المثال كم تصبح؟ تساوي ناقص واحد.
هل يوجد تفسير بياني لا هذه نقطة فقط، يعني ينطلق منها المنحني فقط اللي هي ذات النقطة ذات الإحداثية اللي هي صفر وناقص عفوا نعم، إذا لا نقول أنها تساوي ناقص واحد لأن هذه النهاية فقط بهذه البساطة. إذا كان مطلوبها هو النهاية تنطلق من الصفر، لا يوجد لها تفسير بياني إنما هي نقطة انطلاق فقط. بهذه البساطة وجدنا هذه النهاية كم هي ناقص واحد. لو نتحدث كذلك نأتي إلى هذا المثال ليميت، لاحظوا نقول ليميت جذر لاحظوا إكس مربع ناقص إكس زائد واحد لما الإكس يؤول إلى مثلا إلى الزائد ما لا نهاية أو حتى عند النقص ما لا نهاية. كيف نفعل أبنائي؟ هنا كذلك يوجد تركيب، أو يمكن لكم أن مباشرة يعني لا تتعبوا عقولكم إن خفتم التركيب قولوا هكذا تساوي لنا ليميت ماذا أبنائي؟ ليميت أكبر حد اللي هو ليميت جذر إكس مربع لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، عوضوا تعطي لكم زائد ما لا نهاية. عند النقص ما لا نهاية كذلك قول ليميت ماذا؟ جذر إكس مربع لما الإكس يؤول إلى النقص ما لا نهاية، عوضوا تصبح ناقص ما لا نهاية مربع تعطي لكم زائد ما لا نهاية بهذه البساطة. أو يمكن لكم أن تستغلوا هنا الإي والفي، الإي هي إلو إكس اللي هي البنت اللي هي إكس مربع زائد واحد زائد عفوا ناقص إكس زائد واحد، والفي لي إكس تساوي جذر إكس. النهاية هذه ما هي؟ تصبح هذه ليميت إي لي إكس لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية تصبح تساوي نهاية أكبر حد اللي هي الزائد ما لا نهاية. لما وجدنا الزائد ما لا نهاية ماذا نقول؟ نأتي به هنا تصبح فيو لي إكس اللي هي نهايتها لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية تصبح تساوي لنا ليميت جذر إكس لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، هو هذه نهاية شرها اللي هي الزائد ما لا نهاية. نفس الطريقة مع النقص معي بنفس الطريقة. هذا مثلا هذا المثال. لو جينا الآن إلى مثال آخر قال ليميت مثلا هكذا جذر إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد لما الإكس مثلا يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، هنا كذلك يوجد تركيب أو يمكنكم أن تعوضوا مباشرة تصبح نهاية أكبر حد على أكبر حد تصبح هكذا ليميت ماذا جذر أكبر حد على أكبر حد اللي هو إكس على إكس لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية تساوي لنا ليميت ماذا جذر واحد لأن هذا مع هذا لما الإكس يؤول إلى الزائد ما وتعطي لكم كم زائد ما لا نهاية. كما يمكن لكم استغلال التركيب اللي هو إي لي إكس يساوي الدالة الكسرية اللي هي إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد والدالة في اللي هي نفس هي جذر إكس. ماذا تصبح؟ تصبح هكذا ليميت إي لي إكس لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية تصبح أكبر حد على أكبر حد اللي هي واحد. الآن ماذا تصبح؟ تصبح هذا الواحد هو الذي يؤول إليه تصبح ليميت في لي إكس لما الإكس يؤول إلى الواحد، لا نقول إلى الزائد ما لا نهاية لأن قلت قرأوا التعريف الذي تحدثنا عليه من قبل تصبح تساوي لنا ليميت جذر إكس لما الإكس يؤول إلى الواحد وتعطي لكم جذر واحد اللي هو الواحد. تفسير بياني هو إيكغيك يساوي لنا الواحد مستقيم مقارب كيف هو أفقي أو موازي لمحور الفواصل. بهذه البساطة أبنائي يعني لا تخافوا واعلموا أن في التركيب في النهايات يوجد أربع حالات، يوجد الاختزال، الاختزال اللي هو كثير حدود على كثير حدود أو ثنائي حد على ثنائي حد. كذلك عندنا التحليل، التحليل نستعمله في الجذور لما تكون عندنا الجذور ويمكن أن نستخرج الإكس كعامل مشترك. وعندنا المرافق، المرافق هنا لما مع الجذور لما لا تصدق معك فكرة التحليل استعمل المرافق يعني بالضرب والقسمة على نفس العدد. وعندنا العدد المشتق الذي تحدثنا عليه في هذه المثال يعني في المثال الذي وجدناه اللي هو سينوس إكس على إكس لما الإكس يؤول إلى الصفر. هكذا أبنائي يعني لا تخافوا، وهو موجود كل من الاختزال والتحليل والمرافق والعدد المشتق وكل شيء موجود على القناة على اليوتيوب. إذا أردت البحث عن شيء قل اكتب مثلا هكذا، مثلا أردت الاختزال اكتب حالة عدم التعيين مثلا هنا الأستاذ في اليوتيوب الأستاذ نور الدين
ثم اجعل كلمة ريشيرش ستجد كل شيء فيما يخص مباراة القيم المتوسطة، الدالة اللوغاريتمية، الأعداد المركبة المتتالية، أي شيء. أحببت أن تبحث عن الأعداد المركبة، أكتب الأعداد المركبة الأستاذ نور الدين واجعل أونتري، ستجد كثير من كل شيء. أي سؤال يخطر عليك في الهندسة الفضائية، أما أي شيء ستجدنه إن شاء الله في الأدب، في التاريخ والجغرافيا، في الفلسفة، كل شيء موجود على القناة. وسيكون إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله نشر جديد، ونحاول أن نرضي جميع يعني جميع الشعب مهما كانت. وسوف نقوم إن شاء الله بإنجاز مع الأدب مع العلوم، سوف نتفق مع بعض الأساتذة مع الفيزياء إن يعني وجدنا تلك التسهيلات. سوف لا نخيبكم إلا في الآخر أنكم لا تنسون بالدعاء، جزاكم الله خيرا. أحتاج إلى الدعاء كي يعطيني الله صحة لنكمل معكم المسير، وجزاكم الله خيرا. وزوروا موقعنا اللي هو صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.